نطلق اليوم الاحتفاء بالعشرين سنة لهيئة الإنصاف المصالحة. كيفاش كيعرف المجتمع المغربي بأن هيئة الإنصاف المصالحة هي واحد الهيئة اللي جابت الحقيقة فيما يخص تدبير الدولة لحقوق الإنسان في منذ 1956 إلى 1999. اليوم في هذه الذكرى العشرينية بطبيعة الحال كان هناك توصيات عدة وعديدة جدا، فيها اللي هي دستورية، فيها اللي هي تشريعية، فيها اللي مؤسساتية. اليوم ونحن نحتفل بهذه الذكرى العشرينية، مهم بالنسبة لنا هو أن نقول أننا والجميع تأكد بأننا احنا يقطعنا مع الماضي كيف كنا ندبر حقوق الإنسان سابقا. اليوم هناك تدبير جديد، تدبير ديال المؤسسات، كل المؤسسات عندها الاختصاصات ديالها، كل المؤسسات مساءلة في اختصاصاتها كذلك، والدستور أكد على ذلك. اليوم حقوق الإنسان في المغرب تعيش مرحلة أخرى، مرحلة ديال المقولو ديال أولا ديال الضمانة. الدستور المغربي رتب حقوق الإنسان في ثلاث مستويات: أولا إقرار الحقوق، ثانيا منع المس بالحقوق، وثالثا تجريم المس في عدد من الحقوق، كما هي مثلا في تجريم التعذيب، تجريم الانتهاكات الجسيمة بكلها. فإذا نحن في هذه المرحلة: إقرار، منع وتجريم، وتنفيذها بشكل يومي ومتواصل في حالة انتهاكات حقوق الإنسان.